السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أصبحتم لعالم البحار؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم هو الثلاثاء التاريخ 24 من شهر تشرين الثاني من سنة 2020. نبدأ يومنا بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يا تمهيدي سوف نتعرف على درس جديد وهو درس التحليل، تحليل الكلمات. ايش يعني نمس تحليل الكلمات؟ يعني احنا عندنا الكلمة وحدة واحدة او ساكنة في بيت واحد. احنا اليوم بدنا نوزع هاي المقاطع والحروف على الغرف تاعت البيت، ماشي يا مس؟ يعني المقاطع بدنا اياهم يسكنوا بغرفة مع بعض، والحروف اللي عليهم حركات يسكنوا بغرف لوحدهم لانه ما في معهم مقطع. خلينا بداية نعرف كمثال كيف نحلل الكلمة. عندنا هون السؤال بيحكي لنا حلل الكلمات التالية إلى حروف ومقاطع. هيك السؤال رح يجيك في الامتحان. عندنا بداية هاي الكلمة، أول إشي يا سمهيدي بدك تطلع على الكلمة. انظر للكلمة، هل يوجد فيها مقاطع؟ كيف بدنا نعرف المقاطع يا سمهيدي؟ بدنا نبحث عن حروف المد اللي احنا اخذناهم سابقا، اللي هم الا ا او اي اي. هاي اول خطوه لما نبحث عن المقطع بدنا نبحث بدايه عن حرف المد. عندي في هاي الكلمه حروف مد يا تلميذي؟ نعم، عندي حرف الا وسبق حرف الاس، معناته انا عندي هون مقطع سا، ماشي يا مس؟ عندي كمان حرف مد ثاني، نعم عندي حرف الاي. ايش الحرف اللي سبقه؟ حرف ال، معناته عندي ايضا هون انا مقطع ثاني، مقطع لي. طيب يا تلميذي، انا المقاطع بدي اسكنهم مع بعض، مش حرف الاس يا تلميذي لعب مع حرف الاء وصاروا اصحاب وعملوا مقطع، معناته هم لازم يسكنوا مع بعض المقاطع، بنحطهم بغرفه لحال. نكتب هون سا وهون مقطع لي. هيك احنا حللنا كلمة إلى كم مقطع؟ إلى مقطعين، إلى مقطعين، ما الكلمة فيها مقطعين، ماشي تنيدي؟ طيب نطلع على الكلمة الثانية، عندي هون ثلاث كلمات، عملنا تحليل، هاي الكلمة يا تنيدي، هاي الكلمة يا تنيدي، بداية ما نطلع على الكلمة، نبحث عن حروف المد، ماشي؟ عندي هون حرف الإي، سبق حرف الإن، عملوا مقطع مي. أخذنا يوم الأحد. وعندي هنا حرف الآء وحرف الإر، عملوا أيضا مقطع، مقطع راء. ماذا عندي حرف الإن هنا؟ في وراء حرف مد يا تلميذي؟ لا، معناته حرف الإن هنا بدي أخليه يسكن لحاله، ماشي؟ إذا مقطع مي نكتبه هنا، المقطع مع بعض الغرفة، مقطع راء مع بعض الغرفة، وحرف الإن لوحده. هيك بحلل الكلمة يا سيدي، زي ما بقرأ بدي أحلل، مش أنا بقرأ المقاطع مع بعض الحروف لحال، زي ما بقرأ بدي أحلل. نيران إن، نيران، ماشي مس؟ طيب ننتقل للكلمة اللي بعديها. عندي هون هاي الكلمة، هاي الكلمة عبارة عن مقطعين، عندنا هون هذا المقطع مقطع لا، وعندي هون مقطع راء. هاي الكلمة فيها مقطعين، ماشي يا سمهيدي؟ إذا المقطع بده يسكن هون لحال، مقطع لا، وعندي هون مقطع راء بسكن مع بعض، ماشي يا سمهيدي؟ إذا عندي هون هاي الكلمة كيف بحللها؟ لا را، كل مقطع بغرفة لوحده، ماشي يا سمهيدي؟ ننتقل للكلمة التي تليها، نطلع على الكلمة، في عندي حروف المد، أحد حروف المد آ أو إي، ما في عندي. معناته هاي الكلمة عبارة عن حروف، عندي حرف الإل عليه ضمة، حرف الإل عليه فتحة، حرف الإب ساكن، ماشي تلميذي؟ معناته بدي أنزل كل حرف الغرفة لحاله، لأن كل حرف ما لعب مع حروف المد، ما في حدا لعب معهم حروف المد، معناته بدي أسكن حرف الإع هون الغرفة لحاله وعليه ضمة عو، لما بتيجي تحل يا مس بتنزل الحرف مع الحرف، انتبه، عو والإل عليه فتحة لحاله، بقي عندي حرف الإب هون يا مس ما لعب حروف المد، نزله لحاله. إذا لما تكون عندي كلمة مكونة من حروف على الحركات، ما في حروف مد، بنزل كل حرف لحاله، عو لا
شايفه انا بقراها بحال زي ما بقرا. ماشي مس، عندنا هون حاجتين بتطلعوا عندي، فطلع على الكلمه في عندي حروف ماده تنوينيه. نعم عندي هون حرف الا سبق وحرف ال، عامل مقطع باء. طيب عندي هون حرف الار عليه فتحه بنزل لحاله، عندي هون مقطع باء بنزل لحاله، مقطع حرف الاب والان مقطع، يعني وحده واحده انت عامله بسكن مع بعض، والاب هون ما في حدا بعده، ما في حدا من حروف الماده الاب معه، عشان هيك بنزل لحاله. اذا يا سميدي را با اب رابا، هيك زي ما بقرا بحل را با اب رابا. عندي كمان هاي الكلمة تمهيدي، ماشي؟ عندي هون ع عليه فتحة ع، اس عليه فتحة س، ال عليه ضمة لو، ع س لو. في عندي حرف حروف المادة التمهيدي ما عندي، معناته كل حرف بدي انزله مع حركته في الغرفة المخصصة له، ع س لو عسلو، هيك بنزله التمهيدي. ماشي؟ لانه ما في عندي مقاطع هون، كل حرف بنزل بالحركة تاعته، عسلو عسلو زي ما بقرا بحلل. عندي هون هاي الكلمة تمهيدي طلعوا عندي، بتطلع على الكلمة فيها أحد حروف المال؟ نعم، في عندي الإي الصغيرة. إيش الحرف اللي سبقها؟ إر، إذا إر إي مقطع إي بتتذكروه؟ عندي هون الإس عليها فتحة، تنزل الإس وعليها فتحة لحالها. عندي هون المقطع، المقطع بنزل في الحرف لحاله ولا مع بعض؟ أحسنتم، مع بعض. ري، هون عندي حرف الإر لوحده. إذا يا سميدي س ري إر، سرير. زي ما قرأت حللت، ماشي تمهيدي؟ سرير، إر، سرير. عندي كمان هاي الكلمة تمهيدي، طلع هالكلمة، في عندي حرف حروف المد أ أو 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 إي، نعم عندي حرف الإي الصغيرة، سبقها حرف الإد، إد إي دي. إذا عندي هون حرف الإم عليه ضمة، بنزل لحاله مع الحركة تاعته، مو مو دي. مدير، إر، مدير، مدير، إر، مدير. ماشي تمهيدي؟ هيك احنا بنحلل الكلمات. ايش يعني تحليل؟ يعني بدنا نخلي المقاطع مع بعض الغرفة والحروف اللي عليهم حركات غرفة لحالهم. ماشي تمهيدي؟ أهم شيء تعرفه كيف تطلع المقطع من الكلمة، كيف نطلع المقطع من الكلمة؟ وزي ما بنقرأ هذا اسمه تحليل صوتي يا تمهيدي، زي ما بنقرأ احنا الكلمة بدنا نحللها. ماشي؟ وفي عندنا واجب بكتاب التمارين والأنشطة على التحليل، بتمنى منكم تحلوه وتبعتوا لي اياه، ويعطيكم العافية حبايبي.